ضيفنا النهاردة موهبة استثنائية، كتلة من الإرادة والتحدي والطاقة الإيجابية، قدر أنه يتحدى مرضه ويتفوق في كل حاجة بيعملها. هو متفوق دراسيا وبطل في تنس الطاولة، وده كمان قدر أنه هو يكون من أول طفل ذو الاحتياجات الخاصة يهزم زمايله الأسوياء في تنس الطاولة. ومن كتر حبه للرياضة قرر أنه يشارك لاعبي منتخب مصر في فرحتهم بالتأهيل، وسافر من إسماعيلية مخصوص لبرج العرب عشان بس يشوف الماتش ويشوف بلده وهي بتكسب قدام الكونغو. وطبعا زي ما كلنا عارفين الماتش انتهى بفوز منتخبنا وتأهيل المونديال 2018 في روسيا. برحب بضيفي النهارده اللي منورنا في استوديو عسل ابيض، كريم العراقي. ازيك يا كيمو؟ الحمد لله. عامل ايه يا بطل؟ تمام. يعني انت مش بس رحت تتفرج على الابطال، لا انت كمان بطل في تنس الطاوله، مش كده؟ صح. احكي لي بقى يا كريم، انت عندك كام سنه؟ عندي 12. 12 سنه ما شاء الله. وقول لي بقى، ليه كنت مصمم ان انت عايز تروح تتفرج على المنتخب وتسافر المسافه الطويله دي عشان تتفرج عليهم؟ انا كنت نفسي اشوف المنتخب وهو بيكسب، وكنت نفسي اتصور مع اللعيبه واشوفه. طب وانت رحت ازاي ودخلت ازاي الملعب وعملتوا ايه؟ انا كنت كسب اجمل طفل، وبعد كده كسبتها فين؟ نعم، في سيف الرحلات. طب حلو. بعد كده هما اللي جابوا لك التذكره بقى. بعد كده قالوا لي تطلع شرم الشيخ ولا ماتش. طلعوا الماتش. يا يعني ماتش اهم من السفريه انك تروح تتفسح. ها طب مين راح معاك من الماتش بقى؟ ماما. حسيت بايه لما شفت الجون الاولاني؟ فرحت. ها طب ولما الجون بقى جاب بتاع التعادل بقى وتعادلنا وكنا مش عارفين مصيرنا ايه بقى، كنت عايز تعمل ايه؟ زعلت جدا. زعلت. ها طب ولما جه الجون الثالث، انت خدت بالك ان الجون الثاني ده لما جه كان في الدقيقة 95، احنا كنا خلاص الماتش خلص وتعادلنا، بس يعني الحمد لله كسبنا في الاخر. حسيت بقى بايه؟ كنت مصدق ولا كنت حاسس ان لا انا شخصيا كنت مش مصدقه؟ لا انا كنت حاسس ان احنا هنكسب. كنت حاسس. طب كنت متوقع مين اللي هيجيب الاجوان؟ مين؟ تراي محمد صلاح. كنت حاسس ان هو محمد صلاح. ها طب قول لي بقى، عملت ايه بعد ما كسبنا الماتش؟ فرحت بابا ونزلت الملعب اصور. نزلت الملعب معاهم. وعملت ايه بقى وانت في الملعب؟ نعم، تصورت مع اللعيبه. صورت مع اللعيبه كلهم. طب مين صورت مع مين؟ تصورت مع رامي ربيعه، وتصورت مع مؤمن زكريا، مع عمرو جمال، مع بس. طيب طيب وكنت عايزه اعرف بقى، انت امبارح هل اتفرجت على حياتنا؟ كان معانا محمود عبد العظيم اللي هو الراجل اللي كان بيرقص على العكاز من فرحته في الماتش. ايه؟ قاعد جنبي في الماتش. كان قاعد جنبك في الماتش؟ انتوا اصلا تعرفوا بعض ولا اتقابلتوا هناك؟ لا اتقابلنا هناك اول مره. اتقابلتوا هناك. طيب قول لي بقى، انت دلوقتي بطل في تنس الطاوله وبتلعب في نادي السكه الحديد، ابتديت امتى وازاي؟ انا ابتديت من اول في نادي العزيمه، بعد كده كملت 3 سنين ونص ورحت السكه الحديد. هنتابع مع برضو تفاقد السيسي للعاصمه الجديده. احكي لي بقى يا كريم. انا كنت من 4 سنين كنت رحت العزيمه، قمت 3 سنين ونص وسبتها، بعد كده قمت رحت السكه الحديد. طب قول لي بقى، انت كسبت كام ميداليه وكام بطوله؟ انا عايزه اعرف. كسبت ميداليه واحده. واحدة بس؟ طب ميدالية كانت ايه، ذهبية ولا فضية؟ لا وسام شرف. وسام شرف، والله برافو عليك. نفسك تلعب ألعاب تانية؟ هي دي اللعبة اللي أنت لقيت فيها نفسك ومبسوط، ها؟ طب أنت أخدت جايزة أحسن ناشئ في بطولة الجمهورية. احكي لي بقى عنها. هو اللي هم اتفرجوا عليا ويعني عجبتهم، ومدرب المنتخب قام كتب اسمي في المنتخب وخدت احسن ناشئ. شاطر. بس انا عارفه ان انت مش بتلاعب بس البطولات، يعني انت ممكن تلعب في اي بطوله في الدنيا وبتغلب اي حد، انت مش بتلعب ناس معينه صح؟ لا، في البطولات اللي هي يعني اللي هي بطولات بلعب ناس معوقين زي يعني مش بس ذوي الاحتياجات الخاصه، لا انت برضو لو حاولت تلعب حد ما عندوش يعني اي حاجه انت برضو ممكن تغلبه. طب احكي لي بقى عن جدول التمرين اليومي بتاعك، انت كل يوم بقى بتعمل ايه؟ بتصحى بقى تعمل ايه في يومك عشان تتدرب؟ عادي يعني انا بصحى لو في مدرسه بروح اجي اشوف ال... انت في سنه كام؟ في اولى اعدادي. اولى اعدادي ما شاء الله. اجي اشوف واجباتي وكده واذاكر، بعد كده التمرين بيبقى 7 الساعه 7.
بنزل الساعة 7 بروح التمرين. بيبقى قد ايه بقى التمرين مدته؟ تمرين من 7 لـ 9. يا ساعتين. طب حلو. ده كم مرة بقى في الأسبوع؟ نعم، كم مرة في الأسبوع؟ 3 أيام بس. زمان يعني قبل الدراسة كان كل يوم، بس دلوقتي عشان الدراسة بس كان كل يوم 6 ساعتين، يعني 3 ساعات، بس كان كتير زمان. طب قولي بقى، في تنس الطاولة مين مثلك الأعلى؟ إبراهيم حمد. مين؟ إبراهيم حمدتو. إبراهيم حمدتو مين ده؟ أنا معرفوش. لعيب تنس. لعيب مصري هو ولا؟ آه مصري. لعيب مصري. الله. طب قولي بقى، أنت دلوقتي نفسك تطلع إيه؟ دكتور. دكتور؟ دكتور إيه؟ في عظام. دكتور إيه؟ عظام. دكتور عظام. كريم انت منورنا جدا جدا في عسل ابيض النهارده، واحنا سعداء جدا ان انت جيت النهارده وحكيت لنا قصتك، وانا فخوره ان انت معايا وان انت اهتميت ان انت تروح تتفرج على الماتش وتسافر المسافه دي كلها. نشكرك يا كريم، ميرسي جدا جدا. متابعين تفقد السيسي دلوقتي ولسه مكملين معاكم عسل ابيض، وبعد الفاصل 3 من نجوم اللي امتعونا في الندوه الثقافيه للقوات المسلحه في ضيافه عسل ابيض.